لذة وقتية، عايز يخرج من الاسترس ده بلذة وقتية، انما دي ما بتديش حل. وطبعا عمر بيستخدم الخطية كوسيلة علشان يعني اتعامل فيها مع الاسترس، لان العادة السرية هي خطية. لكن الانسان المفروض يلجأ لوسائل اخرى تريلاكس ويواجه المشكلة العاملة للاسترس، ويحاول يعني يشوف طرق صحية لمواجهة الاسترس. سؤال تاني، طيب ازاي انتصر على الخطية دي؟ الانتصار على الخطية اول حاجة بنعمة ربنا، نعمة ربنا. تاني حاجة قدس الحواس بتاعتك، يعني ما يعني الهروب ما ينفعش بقى انا قاعد عمال اشوف مناظر معشرة وبسمع كلام معشر وفي الاخر اقول طيب انا انتصر على الخطية دي. فقدس الحواس بتاعتك، اهرب من الخطية. الحاجة التالتة زي ما قلت لكم، الخطية بتبتدي في الفكر، يعني الواحد بيقبلها في الاول. فانت اطرد، يعني اول ما يجي لك الفكر اطرده immediate، وخلي نفسك بيجي. يعني ممكن مثلا تروح اول ما يجي لك الفكر تروح تكلم حد، تقف تصلي، تجيب كتاب انت بتحبه تقرأ، تجيب عظة انت بتحبها او ترنيمة وتسمعها. اشغل فكرك، اخرج من الضغط بتاع الجسد. يعني الحاجة اللي بعد كده هتقعد مقاريف شوية، it's okay، ما هو ده جهاد، ده جهاد. it's okay ان الواحد يعني ايه يبقى جسده بيلح عليه، بس هو بيقول لا، لغاية لما بنعمة ربنا ينتصر. فاقبل فكرة ان it's okay ان انا ابقى مقاريف لي 40 يوم ولا حاجة زي كده، لغاية لما جسدك ينسى الخطية دي. ان وقعت في الخطية اخلص منها على طول بالاعتراف والتوبة. لان الشيطان اقولك من ضمن يعني الحيل بتاعته، فرضا مثلا انت قعدت بعيد عن الخطية دي لمدة 15 يوم، بعد كده كنت وقعت في الخطية، فيك الشيطان يقولك بص طالما انت وقعت فيها وهتروح تقولها لابونا anyway، خلاص خليك قاعد في الخطية لغاية لما يجي الميعاد الاعتراف الجاي. وتلاقي الواحد ايه يفضل يكمل في الخطية. بس انت لما بتعمل كده انت بتتعب نفسك، بتثبت الخطية في جسدك. لكن زي ما الكتاب بيقول لا تشمتي بي عدواتي ان سقطت اقوم. مش كده، اول ما تقع قوم immediately، قدم توبة لربنا، كلم اب اعترافك وقابله واعترف immediately. لان انا عايز مثلا لو انت وقعت قعدت 15 يوم بعيد وبعد كده وقعت يوم، بعدين قعدت 15 يوم ما بتقعش، بعدين وقعت يوم 15 يوم ما بتقعش، وقعت يوم، في مسافة 45 يوم دولت انت وقعت 3 ايام. لكن لو انت قعدت 15 يوم ما وقعتش يعني في الخطية، وبعدين وقعت فيها وقعدت 15 يوم في الخطية لغاية لما قابلت ابونا واعترفت وتبت، وبعدين 15 يوم تاني من غير خطية، يبقى انت في مسافة 45 يوم دولت قعدت كم يوم في واقع في الخطية؟ 15 يوم. فانت كده بتثبت الخطية، جسمك بيدمن الخطية مش هتقدر تنتصر عليها. اتشفع بالقديسين اللي هم يعني مثال في الطهارة، زي مثلا يوسف الصديق، خده شفيع ليك، شفع بيه انه يصلي لك علشان تقدر ان انت تنتصر على الخطية دي. واوعى تخجل من انك تعترف بيها. ايه الحل لواحد واقع في الادمان بتاع الاباحية وهو مش متجوز؟
وكمان بيدخل على المواقع دي ويعمل اكتر من عادة شرية في اليوم الواحد. بص يا حبيبي، في مبدأ اسمه البتر من الجدر، بالانجليزي راديكال امبيوتيشن. يعني ايه؟ ربنا قال لنا ان اعفرتك عينك، قال اعمل ايه؟ ما قالش غمضها، قال اقلعها. قال ان اعفرتك يدك، ما قالش اسحبها، قال اقطعها. طبعا انا مش عايزك تخلع عينك لترالي حرفيا ولا ايدك، بس انا هوصل للي انا عايز اقوله. ان كان ربنا قال خير لك ان تدخل جهنم اعور من ان يكون لك عينين وتخش تدخل السماء، اعور من ان يكون لك عينين وتخش جهنم. فلو الانترنت عمل لك مشكلة، شيل الانترنت خالص، الغيه. هو ده الراديكال امبيوتيشن، شيل الانترنت. ولما يكون عندك حاجة عايز تعملها، روح اي بابليك لايبرري وخلص شغلك. لكن طالما الانترنت موجود، في لحظة ضعف هتلاقي نفسك رحت واتفرجت على حاجة. فبالاضافة للنقطة اللي انا قلتها، ازاي الواحد ينتصر على خطية العادة السرية، مبدأ الراديكال امبيوتيشن، ان عثرتك عينك اقلعها، ان عثرتك الانترنت عثرك شيله خالص، شيله من تليفونك، شيله من البيت، ما يكونش عندك انترنت خالص. ده هيساعدك. وطبعا بالاضافة للصلاة والتوبة ونعمة ربنا الى اخره. بلك البعض يعتبر الجنس غريزة، زي غريزة الجوع مثلا، ممكن نشبعه قبل الزواج، وخاصة أن خلقنا أحرار. فما هو يا مفهوم الحرية؟ لا طبعا، في فرق جدا بين غريزة الطعام والجوع وغريزة الجنس. الواحد لا يستطيع انه يعيش من غير اكل، لكن الواحد ممكن يستطيع انه يعيش من غير جنس. يعني الواحد لو ما اكلش لمدة 40 يوم، ممكن يبتدي يضعف جدا ويخش في مراحل الموت. لكن الجنس ممكن تستغنى عنه تماما. فربنا ما ادلناش الجنس عشان نشبعه قبل الزواج. وهي تشبعه زي بالخطية؟ ازاي يعني؟ يترك الرجل اباه وامه ويلتصق بامراته ويكون كلاهما جسدا واحد. وفي كرونسوس يقول اللي بيرتبط بثانية بيكون واحد مع الزانية دي. فازاي يعني تشبعه؟ ازاي؟ ولا تشبعه بالطريقة الانانية في العادة السرية؟ اما مفهوم الحرية، زي ما بولس الرسول، لا تجعلوا الحرية فرصة للجسد. مين قال ان الحرية معناها ان الواحد يعمل اي حاجة؟ يعني ممكن اقول الحرية وان عندي حرية فاشتم واحد مثلا؟ لا طبعا، اي حرية لابد ان يكون لها ضوابط. يعني مثلا هنا في امريكا، في بلاد الحرية، في قانون وفي ضوابط. فما فيش حرية من غير ضوابط. الحرية اللي هي من غير ضوابط ده تشيب. ما أولوية الجنس؟ اللذة الجسدية ولا مشاركة ربنا في الخليقة والتكاثر؟ اللذة ليست هدف ولكنها وسيلة. المشكلة لما تتحول اللذة إلى هدف. تعالوا طب نتكلم على الأكل. الأكل ربنا حط فيه لذة. اللذة إيه هدفها؟ عشان الواحد يأكل، عشان لما يأكل صحته تبقى كويسة. طب لما يكون اللذة في الأكل هي الهدف، الواحد يكون شبع وهيفضل يأكل تاني لأنه إيه؟ عجبه الأكل، يقع في النهم.
جلطن وعدم ضبط النفس وتجيله أمراض. فيبقى الأكل ربنا ادهولنا علشان يحافظ علينا بصحة كويسة بسبب عدم ضبط النفس في الأكل، لأن اللذة بقت هي الهدف، ابتدى ده يبقى سبب أمراض للإنسان. نفس الكلام في الجنس، الهدف من الجنس ليس اللذة، ولكن اللذة دي وسيلة عشان توصل الارتباط والوحدانية بين الزوجين، ده الهدف. فربنا وضع اللذة دي علشان الزوجين يرتبطوا ويتحدوا مع بعض، ده الهدف. لو الجنس اللذة في الجنس تحولت هي الهدف، هتدمر الجنس، لان الواحد عايز يتلذذ باي طريقه على حساب زوجته، جنس اناني مع نفسه باي طريقه، لان هو اللذه بالهدف. فالهدف من الجنس هو الوحدانيه على مستوى الجسد والروح والنفس، وايضا هو ايضا التكاثر، يعني ده هدف من اهداف الجنس. بيقول احد الاباء رايه ان علاقه الرجل وامراته ليس بهدف الانجاب، ان كانت ليست بهدف انجاب تكون خطيه عرضيه. يعني عايز اقول ان العلاقه فقط بهدف الانجاب، الحقيقه يعني احنا مرجعنا الكتاب المقدس، يعني لو واحد له راي مرجعنا الكتاب المقدس، لما بولس الرسول في كورنثوس الاولى 7 قال ولكن لسبب الزنا ليكن لكل واحد امرأته، وقال التزوج احسن من التحرق. طب لو هدف الانجاب مثلا 3-4 مرات او مرتين او 3 مرات خلص على كده، طب فين بقى لسبب الزنا كل واحد له امرأته، وفين التزوج افضل من التحرق؟ لا طبعا الرأي ده يعني مش دقيق. ماذا عن الخجل في الاعتراف بهذه الخطايا؟ انا عارف ان في كتير بيخجلوا منها. الخجل اولا مفيد ليك علشان تقدم توبة. احنا مثلا واحد عنده مرض ومحتاج يروح للطبيب ويعري نفسه امام الطبيب لا يخجل من اجل الشفاء. فان كنت تريد الشفاء لا تخجل انك تعترف بالخطية دي. والاعتراف صدقوني بيساعد جدا جدا على الانسان يتوب عن الخطايا دي. ممكن تكتب الخطية في ورقة، يعني ممكن تكتب الخطية اللي انت مكسوف منها في ورقة وتديها لابونا في جلسة الاعتراف، ابونا هيفتحها ويقراها وبعدين هيقطعها وخلاص، ويبقى ابونا لو له نصيحة هيقولها لك. يعني فلو انت يعني مكسوف لا تقولها ممكن تكتبها في ورقة. هل هناك غفران لخطية الزنا قبل الزواج؟ طبعا بالتوبة. لا توجد خطية بلا مغفرة إلا التي بلا توبة. ده احد الاباء يقول لك مباركة هي التوبة التي تجعل من الزنا بتوليين. فاوعى الشيطان يملأ قلبك ويقول لك ان انت وقعت في الخطية فانت مالكش مغفرة، بس المهم انك تقدم توبة. هل الحب حرام ولماذا؟ في فرق بين الحب الأغاثي وهو الحب المسيحي والحب الشهواني اللي هو شهوة أكتر منه حب. يعني أنت مثلا بتيجي تقول أنا بحب الفاكهة دي، معناها إيه؟ إنها تاكلها وتتلذذ بيها، فده حب شهواني بنسميه إيروس، بياخد بس.
إنما الأغابي يعطي ولا ينتظر أن يأخذ. هكذا أحب الله العالم حتى بذل ابنه. فلو أنت تقصد الحب يعني ولد وبنت لسه في ثانوي ولا في جامعة وتبدأ يحبوا بعض وتحصل كده تجاوزات بينهم, طبعا ده خطيئ, لأن هو ربنا أعطى السلطان على جسد المرأة لزوجها. أنت مش زوجها لو أنت لسه تتعرف على بعض في الجامعة, وأعطى السلطان على جسد الرجل لزوجته, هو لسه مش جوز يعني. فالواحد حتى في فترة الخطوبة مفروض بيقتني الآخر بكل طهارة ويتعامل معه بكل طهارة إلى أن يتزوج, لأن السلطان ربنا أعطاه بعد الزواج, ليس للرجل سلطان على جسده بل للزوج للمرأة, وليس للمرأة رجل سلطان على جسدها بل للرجل. لكن لو بتكلم عن الحب الأغابي بمعنى البذل والunconditional love والlimitless love, ده حاجة تانية. متى ممكن نتكلم مع أولادنا في سن, وكيف نعرف أولادنا فاهمين هذه الأشياء؟ أنا بسمع أن الولاد من سن دلوقتي 8 سنين و9 سنين بيبقوا عارفين الكلام ده و they are exposed للكلام ده. في يعني أب مبارك في نيوجيرسي, وهو كان أساسا طبيب نفسي, كتب كتاب اسمه البيوريتي, وبيتكلم فيه على ازاي تشرح لولادك في كل سنة اللي تقدمه لهم عن الجنس والطهارة يعني. وطبعا اللي لما يجي يسمعه من البيت عندك احسن ما يسمعه من بره. ففي منهج محطوط ازاي تتكلم مع اولادك, وتتكلم في انه يعني في السن الفلاني تقول لهم ايه, في السن الفلاني تقول لهم ايه. ابونا ده اسمه ابونا لوقا استفانوس, والكتاب اسمه بيوريتي. فده كتاب كويس يعني, اشجعكم انكم يعني تقتنوه عشان تعرفوا تكلموا مع اولادك. في العهد القديم كان ربنا سامح بزيجات كثيرة بدون قيود مع أبينا إبراهيم ويعقوب, ولكن في العهد الجديد بقى في قيود كتير. لا يا حبيبي, في متى 19 يقول من البدء خلقهم الله ذكرا وأنثى. من البدء يعني غرض الله, ربنا مثل ما خلقش الآدم 20 حواء. فاقراها كده في متى إصحاح 19, قرأتم أن الذي خلق من البدء خلقهما ذكرا وأنثى, من أجل هذا يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته ويكون الاثنان جسدا واحدا, إذا ليس بعد اثنين بل جسد واحد, فالذي جمعه الله لا يفرقه إنسان. وسيدنا البابا شنودة له كتاب جميل قوي اسمه شريعة الزوجة الواحدة, بيرد على الموضوع ده. بس أنا عايز أقولك كم نقطة صغيرة. اول حاجة, العهد القديم ما كانش فيه نعمة, ما كانش, وده فرق كبير بين العهد القديم والعهد الجديد. كان القلب قاسي, حتى لما سأل السيد المسيح طب ليه موسى اذن لهم ان هم يطلقوا, قال من اجل قساوة قلوبهم, قساوة قلوبهم لغياب النعمة. فالناس كلها كان قلبها قاسي, الناس كلها كان قلبها قاسي. طيب في العهد الجديد النعمة موجودة, والنعمة دي زي ما ربنا قال لنا هاخد منكم القلوب الحجرية وديكم قلوب لحمية, هاخد منك القلب القاسي
وهديك قلب غير قافي, قلب لحم. لو انا قلبي قاسي في العهد الجديد ده باختياري انا, لان انا رافض ان نعمة ربنا تشتغل فيا. انما في العهد القديم ما كانش في نعمة, مش كده نقول اما ان موسى وموسى اعضي. العهد القديم ناموس شريعة فقط, لكن في العهد الجديد اما النعمة والحق فبيسوع المسيح صار. بسبب قساوة القلب كان في تعدد زوجات, بسبب قساوة القلب كان في طلاق, لكن ده مش موجود في العهد الجديد لان انت خدت نعمة. عشان كده حتى مستوى الوصية ارتفع, مش ربنا حط علينا قيود كتيرة في العهد الجديد. ربنا ادك نعمة, ربنا ادنا نعمة عشان نعيش بني ادمين صح, بعد ما كنا عايشين في مستوى اقل من الادمية, طلاق وزيجات متعددة. ده الطيور كل طير بيبقى له يعني زوجة واحدة, فاحنا بقينا اقل من هذه المخلوقات غير العاقل. فربنا يعني مستوى الوصية ارتفع, قال لك في العهد القديم لا تقتل, في العهد الجديد اللي يغضب على اخوه باطل ان يكون مستوجب المجمع, في العهد الجديد القديم لا تزني, في العهد الجديد من نظر الى امرأة ليشتهيها فقد زنى بها في قلبه, عشان وجود النعمة موجودة معانا. فهو ده السبب. خليني اقولك على حاجة تانية, لكن ربنا لما تيجي تشوف كده النسل, ربنا اعتبر ان الزوجة الاولى الزوجة دي هو اللي يجي منها المسيح. يعني مثلا يعقوب اتجوز ليه او رحيل, هو كان بيحب مين؟ بيحب رحيل, وخد الجاريتين بتاعت ليه او رحيل. انما يهوذا اللي جه منه السيد المسيح ده كان ابن مين؟ ابن الجاريتين؟ لا. ابن رحيل؟ لا, كان ابن ليئة لانها هي الزوجة الاولى. خدين بالكم؟ فبهنا ربنا مأكد على شريعة الزوجة الواحد. حد بيقول الحب في المراهقة طبيعي, تقصد التجاذب ما بين الجنسين وان الواحد بيحس ان هو يعني اتراكتد للجنس الاخر, بس بنطلب منهم ضبط النفس وبنعلمهم ان مش وقته في الكنيسة. يعني بس مش وقته في بس برا الكنيسة is okay. يعني ممكن بيكون اعجاب شديد, بس الاولاد بيكونوا عايزين توجيه من الكنيسة اكتر, والبيت اذا كان عندهم وعي, لان سن المراهقة سن متعب ومجهد يحتاج مساعدة من البيت والكنيسة. طب انا عايز اسألك سؤال, يعني هنا بين الامريكان, يعني الديتنج بيبتدي من سن صغير, والحب اللي بيتكلموا عليه في السؤال ده بيبتدي من سن صغير, هل نسبة الطلاق عندهم اكتر ولا نسبة الطلاق عندنا اكتر؟ كأكتر عندهم. يعني لو كان الحب ده بيؤدي الى زواج ناجح ما كانش تبقى نسبة الطلاق زيادة بالطريقة دي. انا موافق مع اللي كتب السؤال, بنطلب منهم ضبط النفس, بس انا بنظر لكل بنت في الكنيسة انها اختي لي, اختي لي, بنظر لها بطهارة. وحتى لما بيكون في اعجاب شديد مفروض ان انا بدرب نفسي علشان في الوقت المناسب لما اكون ريدي للزواج اقدر اتقدم وارتبط بهذه الانسان.
لكن نادر جدا من الولاد اللي بيبتدوا علاقات في سن صغير ان هم بيتجوزوا نفس الجوازة دي, يعني العلاقة بتنتهي وبيخش في علاقة تانية وتنتهي وبيخش في علاقة تانية وتنتهي, وفي الاخر بتبقى نفسيات مدمرة. لما تشوفوا بس يعني بعض الشباب بعد ما بيحصل بريك اب كده في الديتنج ريليشن شيب تشوف النفسية مدمرة قد ايه, تعرف ان ده ما كانش حب, لان الحب ما عمره ما هيدمر النفسية بالطريقة دي. امتناع زوجتي عني يجعلني اشك في اخلاقها. لا الحقيقة يعني صعب انك تقول حاجة زي كده, يعني ممكن يكون في اسباب اخرى فما تخلكش ان السبب الوحيد ان انت تبقى شاكك في اخلاقها, وده يدخلكوا في مشاكل كتيرة. يعني ربما محتاج انك تتكلم معها بمحبة زي ما كنا بنتكلم على محبة, وتشوف هل فعلا انت بتقودها بالمحبة, بتبين لها الحب والحنان وتديها الاشباع العاطفي اللي هي بتدور عليه ولا لا. Is it possible to stop pornography and masturbation until marriage? I struggle a lot to stop and keep falling over and over. معلش يا حبيبي, يعني اول حاجة don't fall into despair, ما تقعش في اليأس, خلي عندك ايمان بربنا انك في يوم من الايام هتنتصر بنعمة ربنا, اوعى تقع في اليأس. تاني حاجة ابعد عن المسببات, زي ما بقولك لو محتاج انك تلغي الانترنت خالص الغي. تالت حاجة قدم توبة immediately, يعني اول ما تقع في الخطية قدم توبة على طول علشان ربنا يعني يغفر له. وبالاضافة للحاجات اللي انا قلتها قبل كده برضو على الساوند كلاود انا عندي عظة يعني فيها التفاصيل اكتر, اسمها كيف تتغلب على الخطية المحبوبة والخطية المتكررة, habitual and beloved sin. والعظة دي موجودة بالانجليزي وبالعربي, يعني لو عايز اشرحها بالانجليزي اشرحها, عايز اشرحها بالعربي اشرحها. هل الزواج بالعقل فقط يعوق العلاقة الجسدية؟ في أربع أنواع من الزواج. النوع الأولاني بيكون العقل والقلب مع بعض, يعني الواحد قلبه العاطفة انشدت لوحدة وعقله بيقول دي إنسانة ممتازة, إنسانة متدينة, انت ربنا الى اخره. طبعا ده the best. النوع الثاني ان يمكن ما حصلش الانجذاب ده العاطفي, لكن العقل بيقول دي زواجة تبقى ناجحة بنعمة ربنا, الاسرة هنا والاسرة هنا اسر فاضلة, ارتباطهم بربنا قوي, في تقارب بينهم وبين بعض الى اخره. يعني فالعقل بيقول ان ده هيكون زواج ناجح. وهنا الزواج بالعقل لا يعوق ابدا العلاقة الجسدية, لان لما تعيش مع حد انسان فاضل او انسانة فاضلة وبيحبوا ربنا واخلاقهم حلوة, هتلاقي نفسك غصب عنك كده حبيتها وانت برضو حبيتيه, لان
استحالة تعيش مع واحد بيعاملك بكل رقة وحنان ولطف ما تحبوش. فالحب هيجي وهيجي معها يعني، وفي نفس الوقت ده لن تعوق العلاقة الجسدية. النوع الثالث، والنوع الثالث ده very common، ان الواحد بيتجوز بالقلب فقط بالعاطفة، وده جواز شمشون. شمشون عمل ثلاث اخطاء في الجواز بتاعه. اول حاجة انه ما سمعش نصيحة الاب والام. تاني حاجة قال she pleases me well، انه عايز يتجوزها عشان هي بتبسطه. وتالت حاجة جوز واحدة غريبة عن دينه عن ديانته، عشان كده الجواز فشل بتاع شمشون. فلما يجي الانسان يرتبط بواحدة مجرد علشان هو معجب بيها بس، وبعدين يقولوا له يا ابني، او يقولوا لها يعني العكس، ده مش مناسب، ده اخلاقه كذا، ده يا بنتي، ده يا ابني، ده مش دي مش مناسبة ليك، ده كذا ده كذا، هو ما بيسمعش الكلام. بيتجوزوا وبعد 3 4 5 سنين بيتطلقوا، فده جواز بيفشل. نوع رابع في الجواز لا عقل ولا عاطفة، ده بيبقى جواز مصلحة. واحد بيتجوز واحد ياخد منها جرين كارد، واحدة بتتجوز واحد عشان غني، فده جواز مصلحة لا في عقل ولا في عاطفة. لكن الزواج بالعقل لا يعوق العلاقة الجسدية. ازاي احافظ على طهارة اولادي في سن المراهقة في ظل الانفتاح الشديد الذي يشهده العالم من السوشيال ميديا بكل انواعها، خصوصا انهم لا قبلوا النصح من الاباء في هذه الفترة من العمر؟ وبضغط الاصبع على الموبايل يشاهدون ما يريدون ان يبحثون عنه وما يدور في اذهانهم. طبعا المفروض ان احنا نبتدي من سن صغير واغرس في اولادي مخافة ربنا. كلمة مخافة الله دي حاجة برضو اختفت، لان الانسان لو خايف ربنا مش هيقع في الخطايا. يعني زي يوسف الصديق لانه كان خايف ربنا قال كيف اصنع هذا الشر العظيم واخطي الى الله. لكن anyway، طب افرض انا دلوقتي في ولادي وده الوضع بتاعهم، البداية تكون ازاي اربطه بربنا. لانك لو عدت تكلمه على الطهارة 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 وهو مش مرتبط بربنا مش هينفع، فلازم يرتبط بربنا. فممكن في وقت مثلا لو هو بيمر بمشكلة بتجربة قوله طب يا حبيبي نقف نصلي لربنا، يعني قدم له ربنا المحب الحنين. ولما هو بتدي يكون علاقة بربنا دي هتخليه ينفر ويشمئز من كل الخطايا الاخرى. ايضا بلاش الوعظ الكتير، لكن ممكن مثلا تقولوا حكايات كده مش بطريقة الوعظ. يعني مثلا مرة قاعدين بتتغدوا تحكوا حكاية على مثلا قديس أبانوب أبو السفين، زي ما حبتهم لربنا، ازاي كل إغراءات العالم دي ما هزتهمش بل بالعكس كانوا ماسكين في ربنا. وبرضو يعني اللي أنا بقوله ده يتقال في كلمتين ثلاثة يعني. او مثلا تكون في الكنيسة حضرت وعظة، لما تروح تقول النهاردة ابونا قال حاجة جميلة. يعني حببهم في ربنا بطريقة غير مباشرة، من غير ما تتواجه كلام ليهم، حببهم في ربنا بطريقة غير مباشرة. طبعا صلي من اجلهم، صلي من اجلهم.
حد بيقول فترة الامتناع عن العلاقة الزوجية قبل بعض التناول دي فترة صوم، فزي ما الواحد صايم عن الاكل مثلا، لو بتصوم عن الاكل من منتصف الليل نفس الكلام، مفروض بتكون هي الفترة دي فترة صوم واستعداد روحي، وبرضو نفس اليوم اللي انت بتتناول فيه بتكون مستعد فيه مثلا جسديا، فنفس الكلام بينطبق على العلاقة الزوجية. زوجي كان في شبابه سالك بنجاسة، والآن يشك في تصرفاتي في كل حركة، ماذا أفعل؟ هو السؤال هل هو فعلا يعني قدم توبة حقيقية بحيث ان عقله ابتدى ينظر الى الامور بطهارة ولا لا؟ لان احيانا الواحد لما بيكون وقع في خطايا كتير فبيتهيأله انه ممكن كل الناس زي كده ممكن يقع في الخطايا، فدي محتاجة عمل روحي، توبة حقيقية، وأيضا ربما محتاجة يعني خبرة من حد المشيرين اللي هم الكونسلرز، يعني يساعدوا على موضوع الشك، لأنه ممكن يكون الشك دي فيها جزء نفسي أيضا. هل هناك زواج في السماء؟ لا طبعا، قال يكونوا كملائكة الله لا يزوجون ولا يتزوجون. ماذا يفعل الشخص المؤمن إذا كان متزوجا بشخص غير مؤمن؟ طب إزاي تختار حد غير مؤمن وترتبط به؟ يعني تحاول إن الشخص غير المؤمن ده تضمه للكنيسة ويعني تكرز لي تعرفه بالمسيح، اكيد يهمك، خلاص اكيد يهمك انه يروح السماء معاك، وبعد كده يتعمد وتتجوزه في الكنيسة. ماذا يعني الجسد الواحد في الزواج؟ ما احنا شرحناها، الوحدانية مش بس عن مستوى الجسد لكن على مستوى الروح وعلى مستوى النفس والعواطف والمشاعر. كنت بمارس العادة السرية قبل الزواج وده ترك أثر سلبي على علاقتي بزوجي، ما هو الحل وهل ده حرام ولا لا؟ لو الاثر السلبي معناه الامتناع غلط، لان زي ما بولس الرسول قال ليس للرجل تسلط على امرأة على جسده بل للمرأة، وليس للمرأة تسلط على جسدها بل للرجل، فمش مفروض يكون في امتناع عن العلاقة الزوجية. لكن يعني بالتوبة الحقيقية والطلب الشفاء من الله ان ربنا يشفيني من الاثار السلبية للخطية، وايضا ربما محتاجة، هي دي واحدة اللي نتكلم على علاقة الزوج، يعني ربما محتاجة تتكلمي مع واحدة من الخادمات المشهورة، ربما تقدر تساعدك ليه التأثير السلبي ده موجود وايه علاقته بممارستك العادة السرية قبل الزواج. جرونج، احنا اتفقنا ان ربنا بيعطي الزوائل، بيعطي السلطان في الزواج لما قال ليس للرجل تسلط على جسده بل للمرأة، ده في الزواج، فانت مالكش سلطان على الاخر غير في الزواج.
في سؤال مش فاهمه بيقول إذا كان الزنا خطية ومجرد النظر المناظر الإباحية أيضا خطية وهما الاثنين يودوا جهنم, إيه الفرق بين الاثنين؟ مش عارف عايز تقول إيه, عايز تقول إن كان يعني المناظر الإباحية هتودي جهنم فالواحد يروح يزني بالمرة يعني؟ ده أنت يعني مش عارف إيه اللوزك اللي أنت عايز تقوله هنا يعني اولا ده معناه ان الواحد مش بيدور على التوبة, يعني واحد يقول لك انا راح جهنم راح جهنم خليني بقى ياخدها من اوسع ابوابها, لا يا حبيبي لا, المفروض ان انت تسعى ازاي تنتصر وازاي تقدم توبة, لكن مش بتقول ده بيودي جهنم وده بيودي جهنم خلاص. زوج يصر على اوضاع شاذة في العلاقة وإلا تكون مشكلة كبيرة, زي ما احنا اتكلمنا يعني اتكلمي معاه بمحبة واشرحي له ان ضميرك ما يسمح لكيش بهذه الاوضاع الخاطئة, وقلي له ما ينفعش ان انت تدور على اللذة بتاعتك, وانا في نفس الوقت يكون في ممارسة انا حاسة بالاشمئزاز منها او بالالم. فالجنس في غرض الله ان يكون اللي فيها لذة مشتركة, هم اللي فيه كلمي معاه كده بمحبة وصلي قبل ما تتكلمي معاه ان ربنا يعني ينور عينيه وينور قلبه علشان يقدر يقبل منك الكلام ده. لبعض الكنائس غير الأرثوذكسية لا يمنعون الجنس خارج الزواج, احنا لينا يا ابني كتابنا المقدس, الكتاب المقدس يقول دي خطية, فاحنا مش حسب الكتاب المقدس. هل لابد من مصارحة شريك الحياة بالخطايا الجنسية قبل الزواج؟ لو في حاجات بتؤثر يعني مثلا لو واحد خد امراض لابد ان يعني تصارح بها زوجتك, يعني تنقل لها امراض, لا طبعا لو في يعني فهي من حالة لحالة يعني تفرق, بس محتاج ان يكون في امانة وصراحة خصوصا لو في حاجة هتأثر على العلاقة الزوجية فيما بعد. انا بركز بس على الاسئلة اللي ليها علاقة بالموضوع بتاعنا بس. حد بيقول وليكن الموضع طاهر, ما معنى الاية دي؟ غالبا انت تقصد الاية في عبرانيين والمضجع غير دانش, يعني ما فيهاش ممارسات خاطئة تدنس المضجع سواء خيانة زوجية او سواء ممارسات خاطئة مع الزوج او الزوجة, يعني كده بولس الرسول في تسالونيك الاولى 4 يقول يعرف كل واحد ان يقتني اناءه بكرامة لا في هوى شهوة كالامم الذين لا يعرفون الله. احنا خلصنا كل الاسئلة اللي ليها علاقة بالموضوع ده. سؤال, كيف اتحكم في علاقة ابنائي باصحابهم حيث انهم يريدون الخروج بمفردهم والذهاب الى السينما وحمامات السباحة وانا رافض وهذا مسبب مشكلة للابناء؟ خلي علاقتك صداقة مع اولادك خصوصا لو هما في سن المراهقة, فلما تكون صديق ليهم
وهم يحبوك ويثق فيك هيسمعوا كلامك. لكن لو انت علاقتك بيهم مجرد امر ونهي وده غلط وده صح وليك تشارس وكده الولاد مش يقبلوا الكلام ده. فصدقهم بين لهم محبتك وبكده لما تيجي تشرح لهم هم يعني هيقدروا يعني يثقوا فيك ويسمعوا كلامك وينفذوا اللي انت بتقوله انه عارفين انك خايف عليه. نكتفي بالقدر ده لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين. احنا مش عارفين نشكر سيدنا ازاي. انا عارف انتوا محتاجين مستعدين تقعدوا ساعة وساعتين كمان وناخد وعد من سيدنا ان احنا يعني تكون دي بداية مش كده بداية سلسلة والموضوعات الشبيهة دي يا سيدنا لو يعني مرة جاية برضو تدينا موضوع بنفس الطريقة احنا استمتعنا قوي. وحكاية ان كل واحد عنده الحق انه يسأل دي كانت برضو فكرة جميلة خالص. نشكر سيدنا ونشكركم لكم لكم جيتوا النهاردة وسيدنا سمح دلوقتي ان احنا كلنا هنتصور معاه دلوقتي يعني بعد ما نصلي هنقف هنا كلنا نطلع هنا قدام كده وناخد صورة كده كلنا على قد ما تاخد بحيث ان احنا كلنا خدنا بركة التصوير مع سيدنا يعني. صدقنا ان شاء الله. ليترأف الله علينا وليباركنا يظهر وكاه علينا ويرحمنا. يا رب خلص شعبك بارك ميراثك ارعاهم وارفعهم الى الابد. ارفع شأن المسيحيين في كل زمان ومكان بإشارة صليبك الوحي بالسؤالات والطلبات ترفعنا كل حين. والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وسائر صفوف الملائكة والآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والنساك والسواح والعباد المجاهدين الذين أرضوا رب أعمال مصلح كل حين. بركة ملك هذا اليوم بركة قديس هذا اليوم بركة رئيس الملائكة الجليل مخيل القديس حامل عمدان بركة سادات الأباء الرسل بركة مريم مرقس كاروز الديار المصري الشهيد العظيم مارجيركس والشهيد العظيم أبانوب بركة الشهيدة ديميانا بركة الأنباطونس الأنبينس كاما والقام بموسى وبركة الشهيد العزراء أمرا مؤرا أخيرا بركتهم المقدسة نعمتهم وقواتهم معاناتهم شفعتهم هبتهم تكن معنا جميعا أمين. بخريستوس بنوتي يا ملك السلام أعطينا السلام أقر لنا سلامك اغفر لنا خطيئنا لأن لك الم...